السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فولكسفاجن توران 1.6 اف اس اي بدنا نلغي لها الايموبلايزر لهيدي. في عنا هذا الكمبيوتر من شركة البوش، بدي الغي له الايموبلايزر. هذا التابلو تبعه الاورجينال، وهذا التابلو منه اورجينال، بس هذا بده لانه محروق، هذا محروق كله سوا، والمعلومات بتيجي بتشيب هوني، تمام. بس هذا الموديل غير، هذا الموديل غير، كليته بيختلف، الرقم كليته بيختلف، والتشيب اللي جوا غير التشيب اللي هون. موضوعي منه هون انا كله، موضوعي انا بدي الغي هذا لاسباب انا بعرفها وصاحب السياره بيعرفها، لذلك انا بدي الغي. اكيد في ناس بتعرف برمج هذا لهذا وهذا، انا ما هعمل هالبرمجه كلها، انا بدي الغي هذا بس. شلنا الغطاء هون، نبرم على 85 التشيب ليك، هو هذا هو إذا واضحة 85 0 80، يستحسن 95 0 80، هذا يستحسن ينفك من محله نهائيا، لازم يطلع من هون، نعلمه ومنشيله. بدي جرب اقرأه بهاي المكنة. أنا فيك تحط التشيب هون، بس أنا عامل كبل هون خصوصي لألي، بقرأه للتشيب مباشر من هون، تمام؟ ندور البروجرام، نروح على تشيب، يعني هي بتيجي هيك، نروح على تشيب، ننزل على 95 0 80 95 0 80، وين صارت هاي؟ 95 0 80، لوريد أرى المعلومات. نيجي هلا بناخد هون نكتب، اكتب اللي بدك اياه، أنا حط ساعات هلا. هذا التشيب الأورجينال له سيف، خلي هون، هذا هو اللي هلا سيفناه، إذا بنحطه هون بعتقد هي الإيموبلايزر لايك هون 0 1 على هذا الخط على 50 0 9، إذا بتيجي على 0 9 والخمسين هذا 0 1، يعني إيمو أون، تمام. منلاقي هون الشكسوم A5، وهذا 0 1 هون A5. هلا إذا بنحط هون 0 2 0 2، لازم نعمل برمجة للشكسوم، مثل العملية اللي قلناها هذيك مرات. تيجي على هذا البروجرام، اللي بيسألني على هذا البروجرام، هذا موجود بالويندوز، يعني تفوت على الهيكسا، مثل ما حكينا 0 1 اللي هو ايمو اون، زائد وين قلنا هون A5 ناقص اللي هو 0 2 اللي هو الايمو اوف، يساوي A4. يعني هلا هون لازم تغير انت 0 2 وتحط هون A4، تمام. في بروجرام هلا هو هذا، بس اذا حدا سالني على البروجرام ما بعطيه لحدا، انا هون عندنا ممنوع نعطي بروجرامات. فيك تيجي لهوني تاخد فولكسفاجن، بعدين بتنقي وين صار هذا، نيكو هذا هو الكمبيوتر تبعنا 9 5 10،
الاوكي بيقول لك تشيب رقمه 95080 اوبن. احنا قلنا هون تسعات، هذا هو الاوكي. بيقول لك بدك تعمله، قل له ايه تمام. خلصنا هلا عمله، وهون بتسيفه سيف، حط هون كلمة اوف تمام. خلص هلا هذا هون صار عندنا فايل جديد ايمو اوف، نفتحه منلاقي هذا الاورجينال اللي هو 01A5، وهون يعمل لي اياه 02A4 مثل ما حكينا بالقاعدة اللي هي طلع معنا A4. اوكي بتغير هون اذا ما عندك اياه لهذا البروجرام، هذا البروجرام اذا ما عندك اياه بتشوف انت الخانة اللي هي 50 و70، 50 و70 بتروح على 09 وبتغيرهم. هون بتحط 02 وهون 02 وهون بتحطهم A4 A4. اوكي هلا اوقات ايام بيكون هون محطوط غير ارقام، بدك تعمل القاعدة مثل ما حكينا، يعني الايمو اون زائد الشكسوم القديم ناقص الايمو اوف بيعطيك الشكسوم الجديد. هلا حارجع ركبه انا ونجرب على السيارة. نرجع هلا هون اوبن، هذا الاوف اللي عملناه هون غيرن A4 A4 02 02. هلا اللي اكتبهم بيقول لي تمام، فيك ترجع تقرا وتاكد مره تانية يستحسن. ما ننسى احنا انا معلمه مشان ما خربط، ترجع بتحطه على علام وبتلحم. ركبناه هون، نجرب ندور. بسم الله. هلا مقبوه هو التابلو هون، دورت السيارة والحمد لله كله تمام. مثل ما انا شايفين هون عم يضوي ويطفي هذا. هلا ركبت التابلو انا، عم بدور نظامي. الضو هذا مزعج، يا بيروح ايام لوحده او بنحط له لزقه وبيسكر. في ايرباك والابي اس وهدولي، هذا بعدين محين هودي كلياتهم سوا. احيانا بعمل بمحي الاخطاء بتروح كمان هاي العلامه اللي عم تضوي وتطفي تبعت المفتاح. بس السياره دارت والحمد لله رب العالمين. بدي يسالني ليش، ما ليش الزلمه بده هيك يغير، يعني يلغي الايموبلايزر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.